مش تتعين يفرق مثلا يفرقوا في رمضان بالعربية بالميكروفون ويلف في البلد ويروح وروح كفر الشيخ الجمعية يذبح العيد ويفرق هناك بقول له ما يبتليش لي حتى يا شيخ أصلا كنت هات لحد جريدة بتاع الناس الغلابة يا حرام علينا وانا اللي عيد بيها لا والله العيد ويفرقوا على الناس الغلابة يقول دي للناس الغلابة بس